مساء الخير. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان بعد 78 يوم من إجراء الانتخابات، المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج وترد دعوى الإطار التنسيقي. 78 يوم كانت تحت عنوان جاك الواوي جاك الذيب، عاش بها المواطن مختلف أنواع التوتر والقلق. وصلنا مرحلة نقول عوفوا الانتخابات وقسموها بيناتكم بس نريد نخلص. المهم اليوم المحكمة الاتحادية قالت كلمتها وحسمت الموضوع بقدر تعلق الأمر بها، لكن على أرض الواقع الموضوع انتهى. لو باقين بهذه الأجواء المشحونة، اللي صار اليوم في بغداد وتحديدا أمام بناية المحكمة الاتحادية يثبت بأنه ورقة الشارع ما انتهى دورها. خلونا نتابع وياكم جزء من أحداث اليوم. يلا شباب. التصعيد بهذه الطريقة وقبل انعقاد جلسة المحكمة، شنو الهدف منه؟ تأجيل الجلسة لو تغيير القرار؟ وبالحالتين مو يعتبر هذا ضغط على القضاء؟ شلون قبلت بالكتل المعترضة اللي صار لها أيام ترفض الضغط على المحكمة الاتحادية؟ السؤال الأهم، معقول الإطار يتوقع أنه تغير هذه التظاهرات قرار المحكمة الاتحادية؟ وهو بنفسه استبق الأحداث وأكد يوم أمس بأنه المحكمة راح تصادق على النتائج. ما تعتقدون أكو تناقض بالموضوع؟ وبين كل هذه الأحداث المواطن شنو رأيه؟ المواطن اليوم كان نايم بالازدحامات، اللي تصفح الفيسبوك الصبح راح يشوف حجم الاستياء من هذا الحال اللي دنعيشه. الموظف اللي يوصل لدوامة بنص ساعة اليوم وصل بساعتين وأكثر، واحتمال ما يقدر يوصل. الناس اللي تنتظر يتغير حالها بعد الانتخابات قامت تقول لو باقين على بنيان العام هواية أحسن. عموما نجي شوية على ردود الأفعال ونبدأ من قوى الإطار التنسيقي. هذه الكتل مواقفها اليوم تذكرنا بجملة مع احترامي إليك، اللي كنا نعرف بعد هذه الجملة شنو نوع الكلام إذا أجدت ضمن أي جدال أو حوار. مثلا السيد هادي العامري وفي بيان رسمي أكد التالي: نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابه الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة كانت محكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافيا لإلغاء نتائج الانتخابات. يعني مع احترامي المحكمة بس إحنا بلد ما نحترم الديمقراطية. هنا أعتقد لازم اللوم اللي أسس هذا النظام الديمقراطي اللي أنتوا وآني نعرف منه أسسه. ونروح إلى موقف ثاني. حركة عصائب أهل الحق أصدرت بيان ذكرت به نأسف لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص. إن تصرف المحكمة الاتحادية بدأ متناقضا إذ أنها قبلت الدعوة شكلا وهذا دليل اختصاصها، ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوة بحجة عدم اختصاصها. وهنا نقدر نقول نفس مضمون بيان السيد العامري. السيد نوري المالكي غرد على تويتر وكتب: كان متوقعا ولأسباب تتعلق بوضع البلد أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود، ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم. زين احنا نقول من البداية مستبعدين إلغاء الانتخابات، شلون ممكن المحكمة تنصف الكتل المعترضة وأساسا هذه الكتل تقدمت بدعوة لإلغاء الانتخابات؟ ومع احترامنا للسيد المالكي يحتاج تغريدة ثانية نحل بها هذه الحزورة. ما طول عليكم، ائتلاف النصر أيضا أعلن قبوله بقرار المحكمة الاتحادية مع بعض الملاحظات، والسيد عمار الحكيم كذلك أصدر بيان أكد به الالتزام بقرار المحكمة، لكن بيانه كان به موقف مختلف عن الآخرين. تضمن البيان التأكيد على عدم المشاركة بالحكومة القادمة، وهذا أول موقف واضح بالنسبة للمرحلة المقبلة. هسه نجي على ردود أفعال الفائزين.
وهنا أكيد الموقف ما يخلو من تغريدة السيد مقتدى الصدر. وعلى الرغم من أنه الكل يتوقع موقف تطميني للكتل الخاسرة، لكن تغريدة أبو هاشم تضمنت مسامير لهذه الكتل. سيد الصدر قدم شكرا لكل من ساهم بهذا العرس الديمقراطي الوطني، ولا سيما القضاء الأعلى، وخص بالذكر السيد فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات. لهنا الأمور طبيعية، لكن البسمار وين؟ أبو هاشم قدم شكرا للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، وإحنا نعرف شنو موقف الكتل المتضررة من السيدة بلاسخارت. وختم التغريدة بالدعوة إلى الحفاظ على السلم والسلام والإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن وليفئ على الشعب بالخدمة والأمان. وهذا كان البسمار الثاني في نعش التوافقية. عبالكم خلصت؟ لا. السيد حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية نشر صورة للسيد مقتدى الصدر وكتب: الآن من حضرة أمير المؤمنين عليه السلام، شكرا لله تعالى. بس هذه الصورة شوية خلتنا أمام تساؤل، لهذه الدرجة الموضوع كان صعب؟ مو المفروض الكتلة الصدرية كانت متيقنة بأنه ما راح يتغير شيء؟ لو كل الاحتمالات كانت متوقعة. عموما اللي نعرفه بأنه رئيس الجمهورية ملزم الآن بالدعوة إلى انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد خلال 15 يوم، والبعض من الآن حددها وقال تنتهي المهلة يوم 10 بالشهر المقبل. سؤالي إلكم، متأكدين من هذا الموعد؟ لو يحتاج أذكركم بعام 2019 شنو اللي صار؟ لما استقال السيد عبد المهدي ورئيس الجمهورية مدد مهلة تكليف رئيس الوزراء الجديد من الخميس إلى الأحد بحجة عدم احتساب العطل الرسمية. وإحنا الآن مقبلين على جمعة وعطلة رأس السنة، وراها هم جمعة وسبت، وما ننسى ذكرى تأسيس الجيش 6 كانون وذكرى تأسيس الشرطة 9 كانون، يعني احتمال يوم 10 يصير يوم 15. وللعلم يوم 15 سبت يعني هم عطلة. وخلي نروح فاصل قبل ما تطلع لنا عطلة جديدة، وأشوفكم وراها.